في هذه الظرفية والتي يجب أن نتحدث عليها، خاصة نتكلموا عليها، خاصة نتكلموا على الظرفية اللي احنا فيها اليوم، حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية اللي كتعيشها الطبقة الشغيلة المغربية، واللي هي لا تبشر بخير. الأخوات والإخوان، غلاء الأسعار، المضاربات، عدم الزيادات في الأجور، التهميش، الحقرة، الأشياء التي تمارس على العاملات والعمال في كل القطاعات، في كل القطاعات، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، صعبة جدا، وصعبة على الاقتصادات الصاعدة كاقتصاد المغربي. صعبة أولا لأنه ما يجري من حرب من أوكرانيا وروسيا يؤثر كثيرا على سلاسل الإمداد، ولكن أيضا ما يجري داخل الوطن وفي المغرب من مضاربات كأثر على الطبقة الشغيلة المغربية. حشومة، وأنا دائما كنقول لها حشومة، مطيشة كدير جوج دراهم عند الفلاح كدير 12 درهم في السوق، حشومة بزاف. هامش ديال 10 درهم حشومة. إلا كان هاد المضاربين ما كيحسوش بأنهم مغاربة، أنا كنقول لهم المرة الثانية، راه المرة الثالثة غتكون حاجة أخرى. المرة الثانية كنقول لهم هادو ماشي مغاربة اللي كيديروا المضاربات المغاربة، هادو خاصهم يمشوا للحبس. صحيح على أنه بعد شهر اللي تكلمنا في هذا الموضوع نط الحكومة وبدات كدير نوعا ما ضبط الأسعار وكذا وكذا، ولكن أنا نقول للحكومة اليوم ما بغيتش ضبط الأسعار، نحن داخل الاتحاد العام ما بغيناش ضبط الأسعار في التلفزيون كنقول له راه مشينا عند فلان، بغيتها حقيقة ضبط الأسعار على أرض الواقع، يحسوا بها المغاربة، يحسوا المغاربة بأنه مطيشة نقصت. احنا ما بغيناش نتكلموا على اللحام ولا كذا، اللحام راه ولا طرف طرف بالنسبة للناس ولا شي حاجة اللي ما عرفتش شنو هي. تكلموا غير على البصلة، على مطيشة، على الخبز، على الحوايج العادية اللي خاص الناس العاديين يكون عندهم أسعار ديالهم ملتهبة جدا. ومن هنا أيضا مرة أخرى كنقول للحكومة حضوا راسكم، راه ما غاديش نبقاو ساكتين بزاف، راه سكوتنا يعني على أننا احنا مغاربة أعطينا بأغلبية ساحقة ثقة لحكومة فيها ثلاثة الأحزاب، ولكن راه بعد سنة والزيادة راه الصبر كيدبر. خاصنا إجراءات عملية تقوم به الحكومة، وفي القريب العاجل احنا باقي 4 أيام على رمضان، باقي بزاف ديال المواد الاستهلاكية اللي خاص يتم التخفيض ديالها. صحيح دارت الحكومة إجراءات بأنه بعد الخضر ما يتمش التصدير ديالها باش المغاربة، ولكن ما نقصش الثمن ديالها. البصلة البارح راه دايرة 14 درهم قال لك ياك، شحال حشومة، حشومة في بلاد اللي طاحت فيها الشتاء، وحشومة في بلاد اللي هي بلاد فلاحية. أنا دابا في دول أخرى راه ماشي فلاحية، أنا نقول لكم كنت في الخليج، دول أخرى راه البصلة فيها 4 دراهم مغربية، وحشومة شوية، ويحشموا شوية. إلا حشمنا وسكتنا وكنا مزيانين داخل الاتحاد العام وصلنا الاتفاقية، حشموا تا هما شوية على عرضهم. ولكن أنا نقول بأنه الحكومة يجب عليها، وهذا راه بالأشياء التي يشتغل عليها الاتحاد العام، يجب عليها أولا على أنها تدير عمل جبار وحقيقي، مساهمة حقيقية من تحسين الدخل ديال الطبقة الشغيلة المغربية. خاصنا هذه السنة 2023 دير إجراءات حقيقية باش دير زيادة في الأجور. صحيح إلا كنا القطاع الخاص زدنا 10% ديال الحد الأدنى للأجر، ولكن في القطاع العام الناس باقا متضرة، وأكثر أكثر تضررا مجموعة من الطبقات اللي هي صغيرة، اللي في السلم 7 8 9 10، وحتى نقول لكم حتى اللي خارج السلم متضرر كثيرا، لأن قضينا على القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين في العشرية الأخيرة، ونسينا في المغرب في العشرية الأخيرة الطبقة الوسطى اللي كونوها المغاربة بتضحياتهم جميعا. ولذلك أنا اليوم كنقول الحكومة على أنه خاصها تدير تدابير عاجلة وسريعة من أجل دعم القدرة الشرائية ديال الطبقة الشغيلة. إذا ما قدرتوش تزيد الفلوس مباشرة في الرواتب ديالنا، على الأقل
خاصكم ديروا تخفيض حقيقي ديال الاسعار، ونبدا باسعار المحروقات اللي خاصها تهود، ماشي لان السوق العالميه هودت، ولكن لانه اعتقد بانه حتى هي فيها جزء كبير من المضاربات اللي خاصنا نحضوها، خاص تخفيض محروقات المغرب باش يمكن تخفيض الاسعار. لا مفر من تخفيض الكلفه اللي كتجعل بان المواد الغذائيه تكون ترتفع بصدة صاروخية، وهذه الكلفة المتعلقة أساسا بالنقل وطرق الإنتاج اللي كتعتمد بزاف على الطاقة وخاصة الغازوال. ولذلك بالرغم من أن الحكومة دارت دعم لقطاع النقل، ولكن فين مشات فلوس ديال دعم لقطاع النقل؟ واش حسينا بها احنا بأن نقصت علينا في السلع والبضائع؟ ما نقصتش في السلع والبضائع. ولذلك احنا اليوم كنقولوا داخل الاتحاد العام على أن هذه الإجراءات يجب أن تكون سريعة وفورية باش يحسوا بها الناس، وباس كذلك هذا الانتقال والديمقراطي من بعد 10 سنين ديال الحكومة اللي مارست علينا شتى أشكال ديماغوجية وشتى أشكال الهضرة الخاوية. الإخوان الثلاثة أحزاب اللي جيتوا دابا وديتوا الحكم ديالكم ما تمارسوش علينا نفس الشيء. انتم واخا ما كتهضروش بزاف في الحكومة، ولكن ما تمارسوش علينا نفس الشيء. هما كانوا كيمارسوه بالهضره وانتم تجوا تمارسوه بالصمت، لا ما مقبولش. خاصنا اجراءات عمليه حقيقيه. هذا الشيء انا كنقولوا، وانا عضو اللجنه التنفيذيه ديال حزب الاستقلال باش نكون واضحين، وانا كنقولوا وانا اتراس مجلس المستشارين بفضل نضالات الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، ولكن المبدا ديالنا الاساسي لن نزيح عنه. ما عمر حزب الاستقلال كان قال الاتحاد العام الشغالين المغرب لا خصك دير هذا الموقف ولا دير هذا الموقف. احنا داخل الاتحاد العام الشغالين المغرب جزء لا يتجزأ من حزب الاستقلال، ولكن لدينا استقلاليتنا في اتخاذ القرار الذي نراه مناسبا للطبقه الشغيله المغربيه. ولذلك حتى الاخوان داخل حزب الاستقلال واللي كيسيروا حقائب وزاريه داخل حزب الاستقلال، كنقول لهم انا ايضا اليوم راعوا للمغاربه، راه الموس وصل العظم، وراه الناس ما قدرش تصيب اكثر. وإلا كنا نحن كاملين داخل الاتحاد العام مسؤولين وعندنا الروح الوطنية وكنغيروا على هذه الأرض، وخايفين بأنه السلم الاجتماعي ما كيتباع ما كيتشرى ومهم وكذا، ولكن ماشي احنا اللي خاصنا نأدوا الثمن ديال السلم الاجتماعي، الجميع خاصو يساهم باش يكون السلم الاجتماعي حقيقي، ماشي وحدين. ما باغيش نقول الطبقية، ولكن ماشي أطراف تتبجح بانه كاين وكاين وكاين، ومجموعه ديال المغاربه ما لاقيين حتى باش يكملوا الشهر، حشومه عيب وعار. انا اليوم ما جايش ندير الديماغوجي، انا كنتكلم معاكم بلسانكم، وهذا اللي كنقول لكم قدامكم، راه كنقولوا الرئيس الحكومه، كنقولوا لجميع الوزراء في كل شيء، الحوارات القطاعيه ما عندنا ما نخبعوا. احنا نهار الاول اتفقنا فيما بيننا على الصراحة، على الوضوح، على المصداقية في الحوار، وهذا ما نقوله لكم اليوم، راه كنقولوه في جميع المحافل اللي كنمثلكم فيها، بدءا من الحوار الاجتماعي واللي احنا بدينا فيه، واللي من باب المسؤولية ايضا الوطنية والحرص في هذه الظرفية الصعبة على أن المغرب يكون بلدا موحدا نحو الأفضل. وقعنا على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة، ولكن توقيعنا كذلك على هذا الاتفاق، اعود باش نقول كذلك، راه ليس شيكا ابيض للحكومه دير فينا اللي بغات، لا ابدا، هو توقيع مشروط بمدى قدره الحكومه، اشنو تقدر تنفذ معنا الحكومه، بدات بعض الاشياء، ولكن باقي الكثير ما نفذتوش الحكومه معنا، واللي خاصها تنفذوا في هذه الظرفيه. كل المؤشرات الاقتصاديه مهمه جدا، الشتا طاحت ولا الحمد، كاين تحسن ديال المداخل ديال الدوله، كاين تحسن ديال الصادرات، كاين تحسن، يعني كاين انعاش ديال الخزينه العامه للدوله. ايوا الاخوان داخل الحكومه، راه اذا جاد الكريم جاد عمره، الى جاد الله سبحانه وتعالى انتم خاصكم تجودوا على المغاربه، ما تنساوش شكون اللي طلعكم. هذا هو العيب، العيب حينما المسؤول السياسي ينسى بان القاعده اللي مشات صوتت هي اللي طلعته، هذا هو العيب اللي خاصنا نحاربوه، وهو كذلك العيب الذي يؤدي بالناس الى انها تهرب من السياسه
تهرب من ممارسة العمل النقابي لأنها ما تسمع في الخطابات بعيد كثيرا على ما يمارس على الواقع. ما داخل الاتحاد العام ومنذ 63 سنة لم نعتد إلا لغة الصراحة. وأنا اليوم نقول لكم احنا ندعم كل توجهات الاجتماعية ديال الحكومة، وعلى رأسها التوجه ديال صاحب الجلالة نصره الله، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية والمتعلقة أساسا بالتغطية الصحية، واللي احنا بهذه المناسبة كنشكروا جلالة الملك لأن عنايته بالمواطنات والمواطنين في هذا المجال وفي كل المناحي الأخرى هي التي تعطي حقيقا لنا جميعا ذلك الأمل بأنه غدا سيكون أفضل من اليوم.